بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الخامسة، الجزء الثالث. Example: Evaluate the integrals by using suitable substitutions. يعني هنا يقول لك بسط التكاملات التالية باستخدام التعويضات الملائمة أو المناسبة. يعني هنا يريد تعويضات، وهنا أنا منطيك التعويضات اللي تحتاجهن. منطيك هنا استخدم U تساوي لنا 2T، U تساوي لنا ناقص 1، ومنطيك أيضا المطابقات المثلثية اللي قد تحتاجها في تبسيط هذه المسائل أو التكاملات. نجي على التكامل الأول، تكامل سيكن 2T في تان 2T dT. التعويض اللي منطينا إياه هو U تساوي لي 2T، خلينا نشوف شلون راح يتم الحل. U تساوي 2T، DU تساوي لي 2DT، أعوض بالتكامل راح تتحول سيكن U في تان U في DU. طبعا هنا قلنا الاثنين أنا راح أحولها على الجهة الثانية لأنه ما موجودة بالDT، فأتخلص من الاثنين أحولها نصف DU، وأكامل بشكل طبيعي تكامل سيكن U تان U راح يساوي لي سيكن يو تان يو يساوي لي سيكن يو زائد سي، هاي المشتقة مالته. السؤال الثاني او المثال الثاني، تكامل واحد على اكس تربيع كوساين تربيع واحد على اكس دي اكس. هنا راح ناخذ التعويض اللي هو ناقص واحد على اكس، مو واحد على اكس وانما ناقص واحد على اكس. ليش؟ لانه هذا ناقص واحد على اكس من اشتقه راح يساوي لي واحد على اكس تربيع. قد واحد يقول انا اخذ واحد على اكس، جرب وشوف شلون يطلع الناتج كيف. وايضا استخدم المتطابقه المثلثيه، كوساين تربيع اكس تساوي لي واحد زائد كوساين 2 اكس على 2. شنو الغرض من عنده حتى اتخلص قلنا من الكوساين تربيع؟ خل اشوف، راح افترض انه اليو تساوي لي ناقص واحد على اكس، دي يو تساوي لي واحد على اكس تربيع دي اكس اللي هو موجود اساسا بالتكامل، فاعوض عنه راسين، ويساوي لي التكامل كوساين تربيع ناقص يو في دي. وهنا انتبهوا اخوان اعزائي الطلبة، اكو عندنا ناقص يو داخل الكوساين. الكوساين تعتبر من الدوال الزوجية، يسمى الكوساين دالة زوجية. يعني شلون دالة زوجية؟ عكس الساين اللي يعتبر دالة فردية. يعني اذا انا دخلت هنا دالة، دخلت هنا فت رقم او عدد او متغير وانطيته سالب، هذا سالب او موجب داخل الكوساين ما راح يفرق، راح كانما الكوساين يمتص لهذه الاشاره ويعتبرها موجبه. عكس الساين، الساين اذا خليته هنا ناقص يو راح تطلع السالب خارج الساين، تطلع خارج القوس، فهي يسمى داله زوجيه even function. فكوساين تربيع ناقص يو دي يو راح تعادل كوساين تربيع يو دي يو، ما يفرق عندي. قبل ما اكامل قلنا لازم اتخلص من الكوساين تربيع باستخدام المتطابقة المثلثية، واحد زائد كوساين 2 يو، وبالتالي يكون تكاملها سهل مثل ما هو تكامل كوساين يساوي لي ساين. وبعدين ارجع اعوض مكان اليو قيمتها المكافئة اللي هي ناقص واحد على اكس. زين، الجواب راح يكون ناقص واحد على 2 اكس. هنا الساين راح اعوض 2 يو، راح اعوض بمكان اليو ناقصا واحد على اكس. زين، الناقص راح يكون سالب، راح وان احنا قبل شوية قلنا انه الساين هو دالة مفردة مو دالة زوجية، فالناقص راح يطلع من الساين، فهنا راح يكون هذا اكو خطأ بها، راح يكون هنا بدل الزائد راح يكون ناقص. ليش؟ لانه الناقص اني خليته هنا عوضت بمكان الساين 2 يو، مكان اليو عوضت ناقص واحد على اكس، فشي يصير عندي 2 على اكس ناقصا 2 على اكس، الناقص راح يطلع من الساين فيكون بهالشكل، فالناتج راح يكون، فاكو هنا راح يكون ناقص وما يكون زائد، يعني اكو هنا خطأ بالمحاضرة، هذا مكان الزائد راح يكون ناقص، هاي ايضا انتبه لها. المثال او المثال الثالث اللي هو تكامل تحت جذر ساين اكس في كوساين
تكعيب x. هنا الهنت نفترض انه اليو تساوي لي ساين x، ماشي اليو تساوي ساين x. وعندي ايضا المتطابقة المثلثية اللي هي كوساين تربيع x يساوي لي 1 ناقص ساين تربيع x، هي يعني نفس المتطابقة المثلثية، تقول ساين تربيع زائد كوساين تربيع يساوي لي 1، نفسها بس مجاورة، يعني احنا غيرنا بها، قلنا الساين للطرف الاخر. هذا نشوف شلون راح نحلها. نروح على المثال الثالث، راح نحسب انه اليو تساوي لي ساين x، الديو يساوي لي كوساين x dx. اتخلص من هذا الكوساين تكعيب، شلون اجي اتخلص من عنده؟ راح افصله، كوساين تكعيب عبارة عن كوساين تربيع في كوساين، فالكوساين تربيع راح احوض مكانه واحد ناقصا ساين تربيع، يبقى عندي الكوساين x. الكوساين x هو dx، هو مشتقة الديو، فهذا راح اعوض عنه مكان الديو، ما عندي مشكلة بي. الساين تربيع ايضا اقدر استخدمه، لانه انا عندي اليو تساوي لي ساين x، فالساين تربيع عبارة عن يو تربيع. زين، هنا لاحظ شلون دخلنا هنا عندي اليو تساوي لي ساين اكس، فجذر جذر الساين اكس هو جذر يو، فيو هنا اس نصف، فمن ادخل اليو اس نصف على واحد تبقى يو اس نصف، لكن من ادخله هنا، هنا عندي يو تربيع، يو تربيع اعتبار اليو تساوي لي ساين اكس، فاذا ساين اكس تربيع معناها يو تربيع. زين، يو تربيع في يو اس نصف حيطلع لي يو اس 5 على 2، إذن هاي اليو اس 5 على 2 ناتجة عن الساين تربيع اللي حولناها إلى يو تربيع، ودخلنا الساين جذر الساين اكس اللي هو أساسا جذر يو، فضربناهم عند الضرب تجمع الأسس فيصير عندي 5 على 2. أجي أكاملهم بكل سهولة باستخدام قاعدة التكامل، يعني أزيد الأس واحد وأقسم على الأس الجديد والناتج يكون بهالشكل. المثال الرابع، المثال الرابع انتبهوا وياي، هذا يحتاج بعض التغييرات أو بعض التحوير. شلون نحور هذا المثال؟ اللي يقول استخدم اليو يساوي لي 1 ناقص 3 على X تكعيب، يعني أنا لازم أخلي تحت الجذر هذا المقدار. شلون راح أرتبه؟ هسه نشوف. بالبداية أقول يو تساوي لي ناقص 1، واحد ناقص 3 على x تكعيب، الديو احسب الديو هنا 9 على x 4، بس عندي هنا احول الواحد على 9، 9 اتخلص من عندها لانه ما موجودة عندي، تلاحظون انه هنا 9 ما موجودة عندي اتخلص من عندها. قبل هذا احاول احور تحت الجذر المقدار، احاول احوره اخليه بحيث انه يلائم التعويض. شلون؟ عندي x تكعيب ناقص 3، هنا عندي x أس 11، أفصلها إلى x أس 3 و x أس 8، x أس 8 أطلعها خارج الجذر تصير x أس 4، هذه تلاحظون طلعتها خارج الجذر. شو بقى عندي تحت الجذر؟ x أس 3 بالمقام، من أقسم x أس 3 على x أس 3 حيساوي لي 1، إذن هذا الحد صار 1، يعني حاول أفصل هذا الكسر، يعني هو الكسر المقام 1، نفس المقام، المقام هو x تكعيب، فأقول x تكعيب على x تكعيب 1 ناقصا 3 على x تكعيب، فشي صار عندي 1 ناقصا 3 على x تكعيب اللي هو شنو؟ أنا حصلت قيمة اليو، فأجي أعوض بمكان هذا المقدار كله يو. زين، 1 على x أس 4 في dx يكافئ لي 1 على 9 du. زين، فراح يكون عندي التكامل بهالشكل. هذا التكامل تكامل سهل، اليو هي عبارة عن أس نص، أو نقدر نقول هو يو مرفوعة لل، يعني كأنما قوس وأس أس نص، المشتقة القوس موجودة اللي هي ديو موجودة، فأزيد الأس واحد وأقسم على الأس الجديد ويكون الناتج بهالشكل. المثال الخامس،
المثال الخامس هو ساين 2x في اكسبوننشال ساين تربيع x في dx. هنا احنا كما يعني نعرف انه لازم نتخلص من ساين تربيع، فهنا افترضنا انه اليو تساوي لي ساين تربيع x، وايضا نقدر نستفاد من المتطابقه المثلثيه اللي هي ساين 2x اللي يساوي لي 2 ساين x كوساين x. خلينا نشوف شلون راح نحل المثال الخامس. عندي اليو تساوي لي ساين تربيع x، اذا الدي يو تساوي 2 ساين x كوساين x دي x. انا عوضت هنا يعني بالبدايه عوضت عن الساين x تربيع باستخدام المتطابقه المثلثيه، او العفو ما عوضنا هنا، اشتقينا باعتبار هنا الساين تربيع x هو قوس، فاشتقينا اول شيء اخلي 2، بعدين القوس اللي هو ساين تربيع ناقص 1 يصير عندي ساين x باعتبار 2 ناقص 1 1، ومشتقة داخل القوس اللي هي مشتقة الساين راح تكون كوساين، فطلع عندي بهالشكل. زين انا شنو عندي؟ عندي هنا قلنا اعوض بمكان الساين 2x، اتخلص من عندها، استخدم المطابقة المثلثية هاي. شو يصير عندي؟ 2 ساين x كوساين x. من اعوض عنها راح الاحظ انه 2 ساين x كوساين x دي x هذه يمثل لي دي يو، فاجي اخلي بمكان هذا كل الحد دي يو، ومكان الاكسبوننشال راح يصير عندي اكسبوننشال اس يو في دي يو، تكامل بسيط. التكامل اكسبوننشال اذا كان الاس تكامله موجود، المشتقه مالته موجوده اللي هي دي يو، راسا اخلي الاكسبوننشال زائد ان سي، اعوض بمكان الاكسبوننشال الاس مالته اليو اعوض عنه بقيمته اللي هي ساين تربيع اكس. راح اضيف بعض التفصيل هنا ان شاء الله بالمحاضره المعدله، اخلي تفصيل هنا حتى يكون واضح عندكم شلون حولنا هذا. انا اضافه تفصيل ان شاء الله راح اضيف تفصيل حتى يكون واضح عندكم. المثال السادس اللي هو اخر مثال هنا عندي لين جذر تي على تي. التعويض راح استخدمه اليو تساوي لي لين تي. زين هسه انا عندي هنا جذر تي شلون؟ خلينا نشوف شلون راح نعالج المساله. بما انه يو تساوي لي لين تي، اذا الدي يو يساوي لي 1 على تي في دي تي، لحد الان ماكو مشكله. زين انا عندي هنا لين جذر تي، اذا جذر تي اقدر اكتبها بصيغه اخرى اللي هي تي اس نص، باعتبار جذر هو نفسه اس نص. فبما انه عندي خاصيه هي خاصيه اللوغاريتم، اقدر اتخلص من الاس، اعبر الاس وراء اللوغاريتم، يصير عندي نص لين تي على تي في دي تي. بما انه انا عندي الدي يو يساوي لي 1 على تي في دي تي، الدي يو يساوي لي 1 على تي في دي تي، اتخلص من عندي اكتب الدي يو، واليو هي هنا لين تي، فاكامل تكامل اليو دي يو يصير يو تربيع على 2، وعوض مكان اليو باللين تي، واكون قد يعني الى هنا انتهيت من هذه الامثلة. المحاضرة او القسم الاخر من المحاضرة راح يكون عن الامثلة اللي خاصة بالاكسبوننشال والاس ان شاء الله بالقسم الاخر من المحاضرة ناخذها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.